أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية تحرير جامع الكرار في مدينة الموصل، مشيرة إلى تمكن الجيش من قتل 12 إرهابياً والاستيلاء على معمل لتصنيع الصواريخ في منطقة باب جديد في الموصل القديمة. من جهته قال قائد قوات مكافحة الإرهاب إن جامع النوري أصبح خلف قطاعات الجيش العراقي. قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين إن نظام الأسد يعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها في الأراضي السورية، ودعا أوبراين إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى 500,000 مدني محاصرين في مناطق مختلفة في سوريا. أكد خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير سري أن غاز سارين استخدم بالفعل في الهجوم على بلدة خان شيخون في الرابع من شهر نيسان أبريل الماضي. وبحسب بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فإن الغاز المميت مصدره حفرة ناجمة على الأرجح عن انفجار قنبلة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية الفأس الأمنية الاستباقية، حيث تم القبض على مجموعة من 5 أفراد شكلت خلية إرهابية. وقالت الوزارة إن الخلية اتخذت من مبنى غير مأهول موقعاً يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتصنيع مواد شديدة الانفجار. انتقدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي مجلس الأمن الدولي لتقاعسه عن القيام بأي تصرف ضد إيران. وقالت هيلي إن المجلس أخفق حتى في اتخاذ الحد الأدنى من الخطوات للرد على هذه الانتهاكات. دخل مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة حيز التنفيذ، ويأتي تطبيق هذا الإجراء المثير للجدل بعد صدور قرار من المحكمة العليا بسريان الأمر التنفيذي، لكنه ضيق نطاقه بشكل كبير ليستثني المسافرين الذين لهم صلة قرابة قوية مع شخص في الولايات المتحدة. قال باحثون من جامعة أوهايو الأمريكية إن النوم بعد الشجار الزوجي قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض ربما تقود إلى الوفاة. وأظهرت نتائج الدراسة زيادة معدل حدوث التهابات داخلية لدى من ينام بعد الانخراط في شجارات زوجية بنسبة 10% مقارنة بنظرائهم ممن لا يمرون بمثل هذه المواقف. الموجز إلى اللقاء.